لو انت انثى عاطفية قوي او حساسة قوي او بتحب اهتمام قوي، يبقى رجال القمة اللي هيجوا معانا في حلقة النهاردة هيتعبوك قوي. يلا بينا. اهلا بيكم، كل سنة وانتم طيبين. يا ريت الجديد كده عرفنا بنفسه سريعا عشان نرحب بيه، وبرضه اللي ما اشتركش في القناة محمد ابو زيد على اليوتيوب ونفس الاسم على الفيسبوك، يا ريت يشترك، ويا ريت كمان تتابعوني على الانستجرام، الروابط دي متثبته في اول تعليق ووصف الفيديو. ولو بتحبوا يعني حلقات الرجال دوسوا لايك، يعني لو بتحبوا ان احنا نهتم بالحلقات دي دوسوا لايك، هو مقياس قوي بالنسبه لي بيعرفني اتجاهاتكم في القناه، ومن ثم بنبدا ان احنا نركز عليها. معانا كل الرجال في حلقه النهارده، حرفيا علم الفلك بيؤكد ان الرجال دي بخيله في العاطفة، ومقارنة ببعضها هنرتبهم من ال 12 للأول. كل أنثى كل بنت من خلال خبرتها وتعاملها وإحساسها بالرجال اللي في حياتها تتوقع كده المركز الأول هيكون مين معانا، وتكتب. أنا بقرأ كل تعليقاتكم. في المركز ال 12 هو رجل برج الحوت. الرجل ده عنده احتواء وفي العاطفة ليه بحور وليه أنهار وليه بحيرات وليه محيطات وليه جذور طويلة، وإن كان في عيوب تانية كتيرة، بس لما نتكلم في العاطفة هو راجل بيعرف يحب وإن كان ليه عيوب. مفيش حد مثالي، لأن طبيعة البشر مش كاملة، مش الكمال، الإنسان مش كامل عامة، ولكن مقارنة بغيره هو رحمة، ويعد أكثر الرجال اللي في العاطفة مش بخيلة إطلاقا. أعلى منه في المركز الـ11 أخوه جاره وشريكه في الطبيعة المائية، رجل برج السرطان. إذا حب أو حتى ما حبش، ورجل الحوت، إذا حب أو ما حبش تلاقي ما شاء الله مشاعرهم فياضة أوي. يعني نقدر نقول كده إن رجل برج الحوت ورجل برج السرطان أبراج ما تقدرش زي الإناث بالظبط كده تعيش من غير حب، لازم يكون في ارتباط عاطفي في حياتهم، وإلا يحسوا إن الحياة ملهاش لازمة بشكل كبير قوي، ومفتقدين جانب كبير قوي من حياتهم. تعالوا عشان نعلى كمان مركز وننتهي من الرجال المائية تماما بالتقائنا برجل برج العقرب اللي بيتربع على عرش المركز العاشر، عشان نكمل الثالوث المائي. التلاتة دول مش بخلة إطلاقا في العاطفة، ولو انت بتقولي على رجل منهم اتعاملت معاه بخيل، يبقى عشان انت ما اتعاملتيش مع رجال تانية وشفت البخل على أصوله زي ما احنا بنقول. لا، التلات رجال المائية مش بخلة في العاطفة، أعلى منهم. وندخل في رجل مقارنة بيهم بخيل أكتر، ولكنه مقارنة بباقي الرجال ما يعتبرش بخيل أبدا، هو رجل برج الميزان. ينسى يطنش وساعات بيكبر دماغه، بس موسوعة في الحب وموسوعة في العاطفة وموسوعة في الكلام الحلو والرومانسية، زيه زي الرجال اللي سبقته، وإن كان الموضوع بدرجات. وهنا اللي يميز الرجال دي عامة الأربعة، إنهم حتى لو حصل جفاء في العاطفة بيعرفوا يعوضوا الأنثى اللي هم مرتبطين بيها. هنعلى عشان نلتقي بأول رجل ناري معانا، رجل برج الأسد الناري. رومانسي وبيحب الحب وبيحب الأنثى عامة، بيحب النساء، من الرجال اللي بتعشق النساء، مش بس عشان الحب، عشان هو بيحب الأنثى هتلاقيه في العاطفة مش بخيل. هو ممكن يكون بخيل في حاجات تانية، أو يتصف شوية بنوع من أنواع التحكم الزايد عن اللزوم أو الاستبداد شوية، ولكن في العاطفة هو مش زي الرجال اللي سبقته، ولكن مقارنة برجال القمة اللي هنتعرف عليهم دلوقتي هو رحمة، هو في منطقة وسطى، يعني لا هو كريم أوي عاطفيا ولا هو بخيل أوي عاطفيا. أعلى منه في المركز السابع رجل برج الجوزاء. تاخدي منه انت كأنثى كلام ووعود اكتر من الافعال شوية، ولكن الكلام احيانا للانثى بيبقى مطلوب، بحبك وحشتيني حياتي وما اقدرش استغنى عنك، يعني ما نقدرش ننكر جانب الكلام على الانثى العاطفية او الرومانسية او الانثى بشكل عام. هي بتحب الراجل اللي بيعبر عن مشاعره، اللي ما يسيبهاش يقول لها يعني اعرفي لوحدك، لا، الكلام ده مع الانثى ما ينفعش، والكلام ده بيجيد في تطبيقه قوي رجل برج الجوزاء. ندخل بقى في موضوع حلقتنا اكتر واكتر، وندخل في الجد اكتر واكتر، وبدأنا نشوف البخل بقى ونحس بيه لما نلتقي برجل برج القوس
اللي في المركز. الفكرة هنا ان رجل برج القوس ممكن انت ابدا ما تشعريش منه في البداية ان هو رجل بخيل في العاطفة، ولكن مع امتداد المدة منكم وامتداد الارتباط هتلاحظ دي قوي، ودي المشكلة ان هو لما بيتعود بيبقى بخيل في العاطفة. حاله حال رجل برج الحمل الناري، عشان ننتهي من الرجال النارية تماما اللي بيجي في المركز الخامس، ويعتبر بيميل لرجال القمة، ولكن ليس من رجال القمة، لأن من أول المركز الرابع اللي هنتعرف عليه دلوقتي هي دي الأبراج اللي حرفيا ينطبق عليها موضوع حلقتنا، أي هي دي الأبراج اللي نقدر نقول عليها مقارنة بكل الأبراج تعتبر أبراج بخيلة عاطفيا، وهي خطر على الأنثى في الموضوع اللي زي ده. هو يعتبر أرحم شوية، رجل برج الثور اللي في المركز الرابع أرحم من الثلاثة الأوائل مقارنة بيهم. ولكن سريعا خلونا ننبه يا جماعة تحذير كده سريع، ملناش أي صفحة على الفيسبوك رجاء غير محمد أبو زيد، أي صفحة تانية الغوا الاشتراك ويا ريت تعملوا إبلاغ عشان نوقف النصابين دول عند حدهم. هو رجل برج الثور يتسم بشوية لطافة وشوية رومانسية إلى حد ما، ولكن كثيرا ما يتهم بالقسوة وبجفاء المشاعر من الأنثى اللي بتتعامل معاه، بالذات لو تتعامل معاه فترات طويلة. ولكن الاتهام ده مش زي أبدا الاتهام الموجه لرجل برج الجدي اللي بيجي في المركز الثالث اللي أعلى من كل الرجال، حيث يتهم ببرود القلب وبقسوة المشاعر. والنساء اللي اتعاملت مع رجال من برج الجدي فترات طويلة هي اللي تقدر في حلقة النهاردة تكتب لنا في التعليقات وتؤكد على الكلام ده. دول أرحم بكتير من رجل برج الدلو الهوائي اللي في المركز الثاني، واحد حرفيا من اللي ينطبق عليه كل حرف مش كل كلمة قلناها في حلقة النهاردة. هو كريم في كل حاجة إلا العاطفة، ودي المشكلة. هل تشعر الأنثى، أي أنثى في الدنيا هترتبط برجل برج الدلو، هتشعر بجفاء أو نقص في العاطفة؟ شور أكيد، مفيش أي نقاش ولا أي شك في النقطة دي، ولكن في مميزات تانية بقى تقبليها. ولذلك النساء الرومانسية أوي أوي رجل برج الدلو خط أحمر، عدو أول ليكي. متصدر رجال الأبراج من حلقة أو في حلقة النهاردة هو المتهم بالبرود وقسوة المشاعر والبطء وعدم التعبير عن مشاعره أبدا، رجل برج العذراء الترابي اللي بيتسبب في قهر، في قهرة كثير من النساء، بالذات النساء اللي هي رومانسية. النساء اللي هي رومانسية زي ما احنا بنقول هي اللي ممكن رجال القمة ورجل برج العذراء بشكل خاص يقتلها قتلا، لأنها تحس إن هي مش موجودة أبدا في حياته العاطفية، وتقريبا ملهاش أي ركن في البداية. نصيحة ليكي كأنثى، في البداية ممكن ما تشعريش بالفرق ده قوي، بس بيبان إمتى؟ لما تخش في الجد. عشان كده حلقة زي دي بتنورك وبتعرفك وبتديك معلومات تسهل عليكي الاختيار بعد كده. رجاء اكتبوا لي آراءكم لأني بحب أشارككم، وبتعرف كمان على يعني عليكم من خلال تعليقاتكم. واللي نسي يدعم الحلقة بلايك يا ريت يدعمها بلايك، بحبكم جدا وهتوحشوني، وإن شاء الله نلتقي بكرة، يعني تصبحوا على خير.